كيعيشوا بين ثلاث معادلات الديمقراطية حتى اللي كيحكمنا في هاد البلاد. عضو الحركه الامازيغيه بالرباط، خرجنا اليوم باش نشاركوا في المسيره ديال الرباط كيف شاركنا في الاسبوع الماضي في المسيره ديال انفا. هذه المشاركه جات تحت شعار من اجل اطلاق سراح معتقلي الحراك ريف. رساله ديالتنا اللي كنوجهوا للمسؤولين السلطه انها غاديه بالبلاد لواحد البلاصه اللي ربما تتبقى مجهوله. كيف شفنا وكيف عرفنا ان المحاكمات كانوا كلهم ماشي ديمقراطيه. الشعب المغربي كله اليوم خرج باش تحت كلمه واحده باش يطلب باطلاق سراح هاد المعتقلين وباش يندد بما يحصل للمعتقلين وبالعسكره اللي كاينه في الريف. لحد الساعة احنا مازال ما فهمناش الدولة شنو الغرض ديالها من هاد التراجع اللي كاين في الديمقراطية. أولا حنايا متضامنين مع الحراك السلمي الشعبي ديال الريف لأننا مقتنعين بالعدالة ديال المطالب المرفوعة يعني البراءة ديال النشطاء الأبرياء اللي الذنب الوحيد ديالهم أنهم مارسوا حق دستوري وخرجوا كيحتجوا في الشارع. ولهذا بعد المسيرة ديال 8 اللي كانت ناجحة اليوم كنشاركوا في هذه المسيرة ديال 15 اللي دعت لها الأسر والمعتقلين واللي كنقولوا من خلالها نحن بحاجة إلى انفراج سياسي، وهذا الانفراج خصو يبدا بالإطلاق الفوري على يعني السجناء اللي تم الاعتقال ديالهم يعني ظلما وحكموا بأحكام قاسية غير مقبولة، لأن بلادنا الحفاظ على الأمن والاستقرار ديالها اللي احنا مطالبين به ما يمكن له يمر إلا عبر خلق انفراج سياسي والإطلاق ديال سراح ديال هاد المعتقلين بدون اي قيد او شرط. حنا نزلنا القانون ديال العفو الشامل باش يمكن تمحى هاد السبوره ونطوي الصفحه ونخلقوا مصالحه والشروط ديال المصالحه حقيقيه مع الريف ومع جراده ومع جهات اخرى من هاد الوطن تائن وتطالب بحقها في التنميه. هاد المعتقلين منين داو لهاد المسيره ها هو الكم، ها هو الشعب المغربي خرج من اقصاه الى اقصاه. فشمن راي غادي يكون عندي انا امام هذا هؤلاء، امام هذا الحشد العظيم، امام هذه الامواج البشريه. ف يعني بحال اللي كيقولوا للولا انتهى الكلام، اش غادي نقول انا امام هؤلاء كلهم؟ الشعب بجغرافية يعني المغرب بجغرافيته الكاملة خرج في الرباط ليقول كلمته لا للأحكام ومع إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين.